كما أكد الرئيس السيسي خلال المؤتمر المشترك مع نظيره الموزمبيقي فيليب نويسي على أهمية حل الأزمة الأوكرانية. وشدد الرئيس السيسي على أهمية إيجاد توافق وحل دبلوماسي بعيدا عن الصراع، مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية لها تأثيراتها على السلم والأمن الدوليين. تحدثنا عن موضوع الأزمة الروسية الأوكرانية وأهمية الوصول إلى حل دبلوماسي لها بعيدا عن الصراع والاقتتال، وده أمر احنا أيضا متوافقين على ان احنا يعني ده أهم مهم جدا ان احنا تحسبا من ان ده يكون له تأثيرات أكثر خطورة على الأمن والسلم الدوليين.